ده اوقات منه اخطاء كده. المطل بالفولاذ الوزن بتاعه 6.5 جرام، القطر بتاعه 23 مللي، السمك بتاعه 2.3 من 10 مللي. عدد السك من القطعه دي يا جماعه اللي هي بتاعه الشبكه القوميه للطرق مصر ديت 25 مليون قطعه. 25 مليون قطعه يا جماعه، السعر الرسمي بتاعها اللي في الكتالوج مكتوب كده اهو بالظبط، مكتوب بكام يا جماعة؟ موجود بالسعر كامل 29 جنيه و55 قرش أو 60 قرش كمان، تمام؟ 29 جنيه ده السعر الرسمي اللي تبيع بيه، يعني تبيع بكام من الآخر؟ نبيع بكام؟ نبيع ب 25 جنيه إذا جالك فيها سعر، ماشي تمام، نبيع ب 30 جنيه، نبيع ب 35 جنيه وتوصل ل 40 جنيه، واللي عاجبه ياخد ياخد، اللي مش عاجبه العملة معاك تزيد، العملات هتنزل بلاستيك، العملات كلها هتنزل، كده كده العملات دي مش هتبقى موجودة لأن ما عادش هتتسكر إلا العملات التذكارية فقط. فدي هتطلب هتطلب وغصبا عن الكل، حتى التجار اللي بتبغدوه حتى الاسواق هيدوروا عليها مش هيلاقوها، ساعتها هيقول لك هاتها، هتقول له ب 100 جنيه ب 200 جنيه يقول لك هاتها، لان هو يعرف يصرفها ويبيعها باكتر من كده، لان الناس هتبقى محتاجاها، هتبقى زي اثار زي تحف الناس تاخدها تحطها في البيو، تمام؟ مش هقول اكتر من كده، نصبر. يبقى عرفنا سعر العمله دي كام؟ العمله دي ما تبقاش اقل من 30 جنيه 25 جنيه كمان، لان انا قلت لك متسعره ب 29 جنيه و60 قرش، تمام؟ هتقول لي بقى مش عارف ايه اسواق، هتقول لي ناس مش راضيه، هتقول لي مش عارف ايه، ماليش في الكلام ده كله يا جماعه. اللي عايز يعين عملته يعينها، اللي عايز يروح يبيعها بالكيلو يبيعها، اللي عايز يبيعها ب 5 جنيه يبيعها. انا بقول اللي ليا واللي عليا وبقول لكم الصراحه والحق وخلاص، ما حدش بيعمل كده في القنوات، ما حدش بيجيب لكم كده ولا حد بيعمل كده. هتقول لي بنقول في ناس بتقول عليها الاخطاء دي، خطا يعمل 1000 جنيه، خطا يعمل 500 جنيه، انت عارف ان بيع عملاتنا ب 40 ولا 50 جنيه عشان نقول اخطاء ب 1000 جنيه واخطاء بتاع، حد لا ياكل عشان يقعد يشتري عملات دلوقتي؟ ما نصبر شويه ولا ايه؟ الله، خلينا كده واضحين في التعامل. خلينا، انا طول عمري قلت لكم الصدق الصدق من البدايه، ومن البدايه بتكلم بصراحه في كل شيء. عملتك دي تسوى جنيه بقول لك جنيه، عملتك دي تسوى 30 جنيه بقول لك 30 جنيه، تبيع بقى بخمسه، تبيع ب 10، ما تبيعش، اعمل ايه يا جماعه؟ اطلع عصا سحريه ابيع لكم عملاتكم؟ اصبروا شويه، ربك يسهل، تمام؟